السلام عليكم. هذه رسالة بعثت بها إلى الإيميل الشخصي لوزير الخارجية المغربي الجديد ساعات بعد تنصيبه. السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية الجديد للمغرب الشقيق، أعتقد أنك تذكر لقاءنا قبل سنوات قليلة وانزعاجك من وصفي لحزبك بأنه رافد من روافد حركة الإخوان في المغرب. قبل أشهر قليلة سألت سلفك وزير الخارجية المنتهية مهامه الطيب الفاسي الفهري متى يبطل الملك عادة ركوع الناس له، وكان جوابه أن قارن الأمر بركوع شعب تايلاندا الدولة ذات الأغلبية غير المسلمة لملكها المشرك بالله. والآن عندما شاهدت مراسم استقبال أمير المؤمنين لأعضاء حكومتكم الإسلامية وجدت أن شيئا لم يتغير. سؤالي ببساطة، إذا كانت حجتكم في الركوع للملك أنه أمير المؤمنين، فهل كان الصحابة يركعون للنبي؟ متى تتوقفون عن إذلال الشعب المغربي الشريف؟ محمد تمال، لندن. حيث الأحزاب فض الصور غير بيكور يتسناو الأوامر من عند الشيفور وعاش الشعب. حيث الملك فض الصور تقالج سوستين مرة والشعب غير مرة وعباد الله على أسد الحفرة وعاش الشعب. القرار للشعب، السلطة للشعب، وعاش الشعب. وعاش الشعب.